ازاي نشغل الصب بلوتوث على اي موبايل؟ الموضوع بسيط جدا زي ما قلنا، هو زرار واحد بس في الصب من ورا، نضغط عليه ضغطه طويله، الصب هيعمل معانا الصوت ده كده ان هو اشتغل، وهيفضل بينور معانا ويطفي كده بالشكل ده كده. بعد كده هنجيب الموبايل ونفتح البلوتوث. تكه هنا بقى، واللي انا عامل لك الحته دي عشانها، هتضغط 4 ضغطات ورا بعض لغايه ما يعمل الصوت ده، 4 ضغطات ورا بعض بسرعه. عمل معانا الصوت ده كده، خلاص هيظهر معانا في الاجهزه المتاحه. ظهر معانا تحت اسم M3، نعمل له كونكت الكترون اهو. الصوت ده كده خلاص عمل كونكت مع الموبايل، خلاص كده مش محتاجين اي حاجه من هنا. الزرار ده مش هنضغط عليه تاني ولا اي حاجه، غير لو حبينا نقفله نضغط ضغطه مطوله عليه هيقفل معانا، والاضاءه اللي ورا ديت هي اللي بتعرفني اذا كان الصب شغال او فصل. وده مكان الشحن بتاعه، طبعا احنا بنشحنه بالشاحن او بالوصله يجي معاه اهي، وطبعا الطرف الثاني USB على لابتوب او كمبيوتر او باور بانك، ما نشحناش ابدا على شاحن موبايل عادي. تعال نجرب كده الصوت ده كده، ده كده صوت الصب. ما بيعلاش الايوتا، هو على اعلى حاجه. لو عايز تتحكم في الصوت بتتحكم من الموبايل او الجهاز اللي انت عامل له كونكت عليه، اقدر اوطي او اعلي الصوت من الموبايل نفسه. الزرار ده بس بيشغل او يوقف الصب بس. تشتري الصب منين؟ من خلال موقع اوكازيون. التجربه قبل الاستلام، وهسيب لك رابط الشراء اسفل الفيديو. ولو انت من مشتركين القناه هسيب لك كود خصم كويس جدا تقدر تشتريه من خلال موقع اوكازيون.